أهلا بكم في مرايا. في مناسبة اختيار مقتدى الصدر اللون الأزرق لعصابته العراقية الجديدة التي خافت الناس المحتجين في الشوارع والساحات العراقية بدعوى حفظ الأمن، سماهم القبعات الزرق. طبعا اللون الأزرق عشان ما نظلمه هو لون السماء ولون البحر، ففي جوانب حلوة، لكن عادة اللون الأزرق في اللغة العربية منذ القدم حتى اليوم في اللهجات العربية العامية زي المصرية مش حاجة حلوة. يقولون فلان نابه أزرق، يعني أنه حقود وشدود وشديد الانتقام نسبة إلى ناب الحية القاتلة. ويقال بالعامية المصرية يا نهار أزرق لليوم السيء أو الخبر المش ولا بد. يعني يقال جاتك مصيبة زرقاء، وكان العرب قديما يتطيرون من صاحب العيون الزرقاء، لأن أصحاب العيون الزرقاء بالذاكرة الجماعية القديمة هم الغزاة الأجانب الذين لا يأتي منهم إلا الشر على قول. وهناك من يفسر التشاؤم من صاحب العيون الزرقاء لأنه من أيام الجاهلية وقبل، يعني على مذهب آخر. على كل حال، أصحاب القبعات الزرقاء الصدرية الذين آذوا الشعب العراقي وحاولوا منعه من الاحتجاج على الطبقة السياسية الفاسدة والتابعة لإيران بدعوى أنه أي مقتدى وأتباعه هم حماة أهل الثورة الشعبية الحقيقية، لكن انكشف الملعوب وسقط القناع الصدري أخيرا. وهذه صورة قاتمة من أذية أصحاب الصدر، أصحاب القبعات الزرقاء. ما عاد القبعات الزرق. أجوا علينا. أجوا علينا. ها. وبعدما انكشف الحال كالعادة يناور مقتدى ويلغي هذه العصابة، صن قبعته مليانه، وكأن أتباعه ليس لهم شيء من الإرادة أو التفكير. ليش مقتدى بهذه الصورة العجيبة أو الصور العديدة بالأحرى؟ يعني أعتقد السيد مقتدى يعيش أزمة، يعني أزمة بنيوية داخل تفكيره، يعني لأسباب عديدة، منها أهم سبب في تقديري أنه لقى احتجاجات جدا جدا كبيرة. هو يسبح بالشارع العراقي، وتيارة أيضا يسبح بالشارع العراقي. الشارع العراقي الآن كل مع المنتفضين، هذا الخزان البشري اللي نشوفه اليوم، يعني اليوم تظاهرات الطلاب أو تظاهرات البنات. أنا أعتقد كل هذه تجعل مقتدى يراجع سلوكه وسلوك نفسه،
لذلك في التقدير العام أنه أعتقد مقتدى الصدر يعيش أزمة داخلية من نتيجة الحراك، هذا الحراك الشعبي الذي فعلا أرهب ليس الحكام القوى المتنفذة فقط، أرهب حكام إيران، أرهب بشكل عام كل الدوائر. لذلك أنا أعتقد مقتدى يعيش حالة من الوضع، يعني أقدر أقول أسميه وضع تراجعي، ولذلك البارومتر يصعد وينزل عند مقتدى نتيجة الحراك الشعبي الموجود في الشارع العراقي. على كل حال لم تعد الحيل تنطلي على العراقيين، صار المطلوب هو تحديد الولاء والجهة اللي أنت فيها، وما ينفع تلعب على حبل الشعبية والشعب والشعبوية تارة، وتلعب على كرسي السلطة والحكم تارة أخرى، أو تلعب على الكرسي والحبل في نفس الوقت. يعني ما عادت القصة هذه تنفع أبدا في الوقت المعاصر. قال الشاعر العربي ذو الأصبع العدواني القديم في رائعته الشهيرة: ولا ترى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني. ثم يقول كأنه موجها كلامه لمقتدى: كل امرئ صائرا يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. إلى اللقاء.